فحضراتكم جهزوا نفسكم يا جماعة، احنا ان شاء الله عندنا مهمة عظيمة وعايزين نغتنم الفرصة. تستطيع، انا بقول لحضرتك اهو وبقول لحضرتك، كلنا يستطيع ان احنا باغتنامنا للعشر الاول من ذي الحجة تغير استراتيجية حياتك. ازاي؟ مش ربنا بيعلمنا في القرآن من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. احنا الحمد لله مؤمنين بالله، طب عايزين نعمل عمل صالح ربنا بيحبه جدا جدا. لو عملنا عمل صالح ربنا بيحبه واحنا مؤمنين بالله هتاخد النتيجة فلنحيينه حياة طيبة، هتحيا حياة كريمة، هتحيا حياة طيبة، هنقدر نغير حياتنا من الاكتئاب، من الحزن، من الشدة، من البلاء، إلى الخيرات كلها، إلى الفرج وإلى اليسر وإلى الرخاء وإلى الطمأنينة وإلى صلاح المجتمع وإلى صلاح الأحوال. لأن القرآن حط لي المعادلة دي في القرآن، ربنا اللي قالها، اللي يعمل صالح وهو مؤمن يا رب قال فلنحيينه حياة طيبة، هتحيا حياة كريمة، وبالتالي ديونك هتتسدد، ربنا هيشفيك من الأمراض اللي عندك، ربنا هيرفع عنك البلاء، ربنا هيخرجك من الضيق اللي انت فيه. فالحمد لله انه ربنا بعت لنا نفحة، بعت لنا موسم للطاعة، بتتضاعف فيه الحسنات، بتتضاعف فيه الخيرات. ربنا بينظر إلى عباده في هذه الأيام العشر بعين الرضا، أوكازيون، منح من ربنا، العشر الأول من ذي الحج. بالمناسبة لمن لا يعلم، ركز بقى في المعلومة اللي جاية دي وما تنساهاش، في يومين اتنين في السنة ربنا بيحبهم قوي، من أفضل الأيام عند الله، يومين اتنين من أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى، ربنا بيحبهم جدا. يا سلام بقى لو انت تغتنم اليومين دول. اليومين دول يا حضرات اللي هو يوم النحر ويوم القر. ايه يوم النحر ده؟ يوم النحر اللي هو يوم 10 ذي الحجة، ده يسمى يوم الحج الأكبر، ده يوم عظيم جدا، وهنبقى نتكلم عن أعمال اليوم ده. ويوم القر، ايه يوم القر؟ اللي هو يوم الاستقرار، يعني اللي هو ايه؟ يوم 11 ذي الحجة. 11 ذي الحجة ده اللي هو اول ايام التشريق، في ايام كده اسمها ايام التشريق، اللي هي يوم 11 ذي الحجة و12 ذي الحجة و13 ذي الحجة. الايام دي غالية قوي عند ربنا يا حضرات، لانه ربنا قال لنا في القرآن واذكروا الله في ايام معدودات،